طيب خلينا نروح للجودو وانجاز جديد. شباب مصر للجودو يحتلون وصافة التصنيف العالمي، ما شاء الله انجاز كبير ايضا يضاف للجودو. خليكم فاكرين كلامنا، احنا اتكلمنا من 3 سنوات او من سنتين مع الاتحادات، قلنا هذا الاتحاد هيحقق حاجة كويسة وكنا متحمسين جدا لان رئيس الاتحاد شاب. خليني اقول لحضراتكم الخبر واقول لكم الانجاز. تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات صدر النهارده الصبح وشهد تواجد قوي للاعيبه منتخبنا الوطني، وده بعد مشاركتهم في بطوله افريقيا الاخيره واللي اتلعبت في مدغشقر. فنلاقي عمر الرملي لاعب منتخبنا للشباب قدم 23 مركز مره واحده علشان بيجي في وصفه التصنيف العالمي برصيد 303 نقطه في منافسات وزن يعني قوي جدا، وزن عليه منافسات شديده على مستوى العالم، وزن 95 كيلوغرام. وقدر عمار ابو هاشم لاعب منتخبنا الوطني الناشئين انه يتقدم برضه 21 مركز. شايفين القفزات عامله ازاي؟ 23 مركز 21 مركز دفعه واحده في تصنيف الناشئين بعد ما جمع 300 نقطه من خلال مشاركاته طبعا. اما على مستوى البنات فاحتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف العالمي بعد صعودها 6 مراكز. مصر قدرت انها تفوز وتكتسح الميداليات في بطوله افريقيا سواء على مستوى الشباب او الناشئين في منافسات الفردي والفرق، وقدرنا نحقق 31 ميداليه مواقع 15 ذهب الله اكبر وخمسه فضه وزيهم برونز. وعشان نعرف اكتر حوالين هذا الانجاز معانا كابتن مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو. كابتن مرزوق ازيك؟ ازي حضرتك يا كابتن هيثم؟ الف مبروك على هذا الانجاز الكبير، يمكن الانجاز ده ما تحققش منذ فتره يا كابتن مرزوق، انا كلامي صح؟ حضرتك انا في البدايه بس لازم اشكر حضرتك جدا جدا لان انت من اهم الناس الداعمين لينا ومساند لينا من اول ما تولينا الاتحاد، وانت في ظهرنا وبتساندنا واي حاجه بنعملها كويسه انت في ظهرنا. حتى انت عارف ان انت حضرتك ان احنا كنا من سنه ونص او سنتين احنا كنا في مرحله بناء، صحيح. كنا لسه بنبني، فاحنا انت توليت المسؤوليه معانا ودعمتنا وساندتنا وكنت مؤمن بالفكره لغايه الحمد لله لما وصلنا على ابتدينا على الطريق الصحيح وابتدينا نوصل لجزء من اللي احنا بنحلم بيه. فانا بشكرك في البدايه جدا 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 يعني. لا شكر على واجبك يا كابتن، والحقيقه يعني مجهودك والاداء والروح اللي انت ابتديت بيها رئاسه اتحادك كانت رساله لكل اللي انت جاي تجمع اسره الجودو تاني عشان توصل. الاتفاقات اللي عملتها مع اليابان وسفرياتك لليابان وكابتن رشوان وضمك لكل نجوم ورموز اللعبه ان هم يكونوا معاك صف واحد عشان تبني منتخب مصر، اكيد ده يعني بدايه النجاح، ان انت راجل بتستغل كل طاقاتك البشريه واسره الجودو عشان توصل للعالميه. انت اللي تستحق الشكر يا كابتن، احنا بنقف في ظهرك ونقف في ظهر كل واحد الحقيقه عايز يحط مصر في المقدمه. خلينا نرجع للحدث الاهم وهو وصافه التصنيف في الشباب والشابات. بتهيألي الانجاز ده يعني ما اتحققش من فتره يا كابتن. الحمد لله احنا بالنسبه لنا احنا لسه راجعين من بطوله افريقيا شباب وناشئين امبارح، لسه وصلنا امبارح. بطولة كانت قوية جدا 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 لان احنا السنة دي البطولة كان مشارك فيها كل شمال افريقيا، جزائر وتونس ومغرب بجانب البلاد الافريقية، لان البلاد الافريقية ما بقتش ضعيفة دلوقتي، لا الناس دي كلها بتعسكر في اوروبا، وفريق انجولا معسكر على طول في البرتغال وفرنسا، فالبلاد دي بقت قوية جدا جدا بجانب شمال افريقيا تونس وجزائر ومغرب اللي احنا على طول اصلا المنافسة بيننا وبينهم. فاحنا الحمد لله قدرنا اول يوم حققنا بطولة الشباب حصلنا على المركز الاول، تاني يوم بطولة الفرق بتاعت الشباب برضو حصلنا على المركز الأول، ثالث يوم بطولة الناشئين الحمد لله على حصلنا على المركز الأول. فالحمد لله اكتساح في جميع المراحل. وانت لو حضرتك لو فاكر من أول مرة اتكلمنا مع حضرتك، صحيح، قلنا لك ان احنا كان حصل دروب في الفترة اللي فاتت وفجوة ان احنا كان عندنا 4 أو 5 أبطال كانوا شغالين مع مصر بقالهم 20 سنة، الناس دي بعد أولمبياد طوكيو خلاص انهكوا وعملوا اللي عليهم وتعبوا فقرروا يبطلوا. احنا جينا ندور ما كانش فيه صف تاني وصف ثالث، احنا ما وقفناش. تعرف حركة مصر مليانه مواهب لازم نشتغل. عرضنا الفكره على معالي الوزير ان احنا فكرنا ان احنا جايين نبني اجيال لمصر تعيش لمده كبيره جدا. الراجل ساندنا وامن بفكرتنا وكان بيدعمنا. ابتدينا نبني في اجيال جديده شباب وناشئين، نعمل في كل ميزان رقم 1 ورقم 2 و3 عشان ما يبقاش في بطل الاوحد، لازم يكون عندي في كل ميزان 3 أو 4 لعيبه، وطول ما المنافسه في كل ميزان قويه المنتخب هو المستفيد. فاحنا اشتغلنا على الكلام ده ورحنا السنه اللي فاتت بطوله افريقيا، ما كانش مشارك السنه اللي فاتت تونس ومغرب والجزائر، الحمد لله برضو حصلنا على المركز الاول فردي وفرق شباب وناشئين، اشتغلنا وكملنا. فاحنا دي كانت خطوه استباقيه، يعني احنا لو ما كناش خدنا المجازفه السنه اللي فاتت ورحنا البطوله واللعيبه بتاعتنا خدت الخبره واحنا تفايدنا افريقيا، صحيح. كنا هنروح السنه دي احنا لسه بعيد
ولسه اللعيبه ما خدتش صدمه البطوله، لان انت حضرتك عارف السن الصغير ده بتبقى لسه انت الولاد لسه ما خدوش الخبره، ما خدوش ما بقوش تقال في الملعب. فاحنا الحمد لله كسرنا الحاجز ده السنه اللي فاتت. لما رحنا السنه دي احنا الموضوع بالنسبه لنا بقى ان احنا رايحين وعندنا خبره وعندنا كسبانين البطوله قبل كده، فكان الحمل علينا اكتر ان احنا لازم نحافظ على اللقب بتاعنا. البطوله كانت قويه جدا، ربنا كرمنا وعملنا ريكورد كبير وعملنا ميداليات ده كبير، بقى عندنا اجيال كبيره دلوقتي. انت حضرتك فاكر ان انا قلت لك قوه اي اتحاد من وجهه نظري من قوه الموسم المحلي بتاعه، احنا صحيح. عملنا موسم محلي قوي جدا، فالموسم المحلي ده بقى يفرز لنا عناصر كبيره جدا. لكن انا لو عندي الموسم المحلي مش قوي خلاص انا بيبقى عندي الموضوع مش ما بيفرزش عناصر. وانا بالنسبه لي احنا بنحط معايير، انت عارف حضرتك يعني في البدايه انا اسف المفروض كنت اشكر الاسطوره بتاعتنا الكابتن محمد رشوان. الراجل ده اول قرار اللي خدناه ان هو يكون متواجد ده قرار صح جدا، لان احنا بنكبر الناس بتوعنا، فاحنا كابتن رشوان ده لازم نحطه فوق راسنا ولازم يبقى هو قابلينا كلنا ونحطه في المقدمه. انا بالنسبه لي كابتن رشوان ده تاج على راسنا كلنا، يعني الراجل ده هو اللي عمل الجودو، هو اللي خلى للجودو قيمه، جودو المصري قيمه في العالم كله. فوجود الراجل ده احنا يعني مدي دفع، قوه دفع كبيره جدا، لان الابطال اللي عندنا الشباب والناشئين هم واخدينه قدوه واخدينه مثل، الراجل بطل اولمبي. فكان ده كان دفع كبير جدا، بيجي لهم كل اسبوع وبيقعد يتكلم معاهم. فالحمد لله احنا اشتغلنا وحطينا خطه وحطينا استراتيجيه واشتغلنا عليها، وكان النتاج بتاعنا ان احنا كسبنا بطوله افريقيا. كابتن مرزوق، طب انا عايز اسال حضرتك برضو من ضمن الاستعدادات، انا فاكر كان في بطوله عربيه وانت بعتت اللعيبه الشباب فيها، الكلام ده انا متذكر صح؟ يعني صح. يعني كانت تقريبا كانت تقريبا في الدوحه على ما اتذكر. صح جدا، انت حضرتك عشان كده بقول لك انت متابع معانا خطوه بخطوه. لا متابع كويس، لان انا ساعتها استغربت وسالتك قلت لك انت مبعت الصغيرين، قلت لي لا ده انا لازم ابعت الصغيرين. فانا فاكر صح ولا لا؟ صح جدا، انت حضرتك انا قلت لك قبل كده ايه؟ مشكلتنا ان احنا بنعتبر اللي عنده 20 سنه ده لسه شاب. لا 20 سنه ده بقى خلاص بره بيبقى بطل اولمبي. بالظبط. انا لازم ابتدي من هو 16 سنه ابتدي اصفر ناس وهم عندهم 16 سنه يروحوا يحتكوا ويروحوا يلعبوا ويروحوا يكسبوا ويروحوا يخسروا. يبقى انت دلوقتي انت بتعد الموضوع من بدري جدا، لما يوصل 20 سنه هو خلاص هو كسر حته الحاجز الدولي، فهو بقى بطل اصلا. يعني انا عندي هضرب مثال واحد، هم كلهم ابطال طبعا، انا عندي بطل اسمه عمار ابو هاشم. عمار ابو هاشم ده عنده 16 سنه فعلا. عمار ابو هاشم احنا الاول لعبنا بطوله الشباب اللي هي 20 سنه هو لعب فيها وجاب ميداليه ذهب في وزنه، لعبنا ثاني يوم بطوله الفرق للشباب لعب فيها وجاب اول في بطوله الفرق، ثالث يوم مرحله الناشئين بتاعته اللي هي 17 سنه لعب وجاب ميداليه ذهب. ما شاء الله الولد جاب في ثلاث لعب في اربع ايام اربع بطولات وفي الثلاث ايام جاب ميداليه ذهب. ما شاء الله عنده الراجل ده بقى احنا كنا عملنا معاه ايه؟ احنا بعتناه قبل كده بطوله اوبن افريقيه اللي هي في تونس دي راح خد اول، بعتناه بطوله عربيه كسب. عندنا بطل اسمه عمر الرملي الله اكبر عليه، ده عنده 18 سنه، ده لسه ليه السنه الجايه جونيور. الراجل ده بياخد او خد اول بطوله عربيه كبار وراح لعب تونس المفتوحه في الجونيور راح خد اول. فاحنا الناس دي احنا شغالين عليهم من فتره كبيره بناء على خطه وبناء على استراتيجيه. احنا يا جماعه احنا في مرحله اساس، واصعب حاجه في مرحله البناء هي مرحله الاساس. الناس ممكن ما تكونش حاسه بينا ان احنا شغالين من تحت، بس احنا لما هنطلع ان شاء الله هنطلع طلعه كبيره جدا ان شاء الله. وكان بدايتها النتيجه اللي احنا عملناها، ان انت لما تيجي النهارده تلاقي عندك في التصنيف الدولي في الشباب واحد زي عمر الرملي، هو دلوقتي بقى رقم اثنين على العالم، فارق حوالي 40 او 50 نقطه بينه وبين رقم واحد، يعني هو بالظبط عنده دلوقتي 303 نقطه، رقم واحد على العالم عنده 342 نقطه، يعني احنا بنتكلم في فرق مثلا 39 نقطه بينه وبين رقم واحد على العالم. ده هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا ان هو ما يروح يلعب بطوله العالم الشباب بتاعته في البرتغال في شهر 10 ما يقعش في قرعته حد جامد. تمام، يبقى صح. احنا كده ان احنا دلوقتي لو عندنا ماتش باي مثلا هو ممكن يدخل من دور ال 16 على طول، وهيبقى الابطال بتوع الميزان متوزعين على الاربع ارباع اللي عندنا. فاحنا هو ده كان هدفنا، ان انت عايز تعلي تصنيف الناس عشان خاطر في البوله بتاعته يبقى مكانه كويس وما يقعش مع بطل العالم اول ماتش، يساعدنا ان احنا نكمل في البطوله. التخطيط مهم، وكمان شوف انت مذاكر، انت بتقول يعني انا مخطط له ولازم نعتلي التصنيف عشان ندخل بطوله العالم ما نخشش من 16. طب افهم من كده ان ده رود تو باريس، يعني انتوا هنا ده التخطيط اللي انتوا مخططينه عشان نوصل لباريس 2024 يا كابتن؟
احنا ان شاء الله احنا في باريس 24 احنا عندنا احنا ده بنتكلم على معظم قوام المنتخب الاول كمان بقى من الناس الصغيرين. يعني انا عندي الابطال بتوع 2000 عندي يسري سامي مثلا 60 كيلو ده عنده 19 سنه ده واخد اول افريقيا كبار السنه اللي فاتت وهو لسه عنده 19 سنه بطولتش يعني لسه كان بيلعب بطوله افريقيا شباب. فاحنا وصلنا للمرحله دلوقتي ان شاء الله عمر رملي السنه دي بيلعب وهو عنده 19 سنه برضو ان شاء الله بنخطط له ان هو يوصل فاينل شباب. عندنا الفريق الكبير اللي بنعده لاولمبياد باريس عندنا 60 كيلو يسري سامي وعادل حماده عندنا 66 كيلو احمد علي وعبد الموجود عندنا 81 كيلو عبد الغني وعندنا عبد الرحمن محمد علي وعندنا عمر سامي وعندنا زياد عندنا 90 كيلو عمر الرملي وعلي حازم عندنا 100 كيلو احمد صياد وهادي عندنا تقيل محمد عبده بقى عندنا قوام ان شاء الله بطوله افريقيا كبار في شهر 9 في المغرب ان شاء الله لو ربنا كرمنا اللي هيجيب ميداليه ده هياخد 700 بونت يا رب. 700 بونت دي في الرانكينج هتفرق معاه كتير جدا دي مقام يعني رقم كبير جدا هيحسن مكاننا في التصنيف الكبير او يعني بدرجه كبيره جدا يعني. يا رب يا كابتن يا رب ان شاء الله وانت قادر على ده ان شاء الله الاتحاد والولاد وان شاء الله يعني طريقكم اكيد مش يعني مش هيبقى طريق سهل احنا عارفين ولكن بالتخطيط والمجهود اللي انتوا بتعملوه اكيد هتوصلوا لهدفكم واعمل حسابك يا كابتن ان شاء الله تكون معانا في حلقه قريبه شرف. يعني ان شاء الله واذا ما وعدتنا انا بس سايبك وكابتن رسوان يكون معانا عشان برضو نتكلم عن يعني نموذج يعني يحتذى به في الشغل وحب الوطن وحب يعني العطاء ان شاء الله تكونوا معانا في حلقه قريبه يا كابتن مرزوق علي وعدني يعني ان شاء الله شرف ليا نكون في قناه الاهلي قناه محترمه وشرف ليا بقى وجودي مع حضرتك انت عارف معزتك عندي اخ عزيز يعني طبعا يا كابتن ده شرف ليا وبشكرك شكرا جزيلا كابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد الجودو واحد الاتحادات اللي عامله شغل